الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، ما الحكم لو أن المحرم احتاج إلى الطيب لتضميد جرح نازف؟ ومن المعلوم أن الطيب يقطع السيلان لأن فيه مادة تجلط الدم فتوجب وقوفه، فلو أن المحرم احتاج إلى استعمال الطيب لتضميد جراحه، الجواب: عندنا قاعدة جميلة جدا، وهي: كل من احتاج إلى المحظور جاز وفدى. من احتاج إلى المحظور جاز وفدى. أعيدها مرة أخرى ولا تعيدونها أنتم؟ أحسنت يا شيخ بندر. من احتاج إلى المحظور جاز وفدى. فإن قلت: وما برهانك على هذه القاعدة؟ أقول: برهاني قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، اسمع الآية معناها يعني، فيجوز له تغطيته، ثم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويوضحها ما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله قال: لقيت كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فأهديها. قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الجهد، أي المرض وآثاره، بلغ بك ما أرى، أتجد شاتاً؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فأجاز له الحلق والفدية وأمره بالفدية. فأخذ العلماء من ذلك أن كل من احتاج إلى محظور من محظورات الإحرام جاز وفدى. إذن ما الفرق بينه وبين من ارتكب المحظور عن غير حاجة؟ بما أن الفدية تلزم هذا وهذا، فما الفرق بينهما؟ الجواب: الإثم من عدمه، فمن ارتكبه لا عن حاجة فهو آثم وعليه الفدية، ومن ارتكبه عن حاجة وضرورة فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية. وبناء على ذلك، فما جواب سؤالي: يجوز له تضميد جرحه بالمطيب؟ الجواب: نعم، إن احتاج، ولكن عليه الفدية.